السلام عليكم. بالنسبة ازاي نقدر نحجب ان اي حد يشوف اصدقائنا على الفيسبوك؟ هنروح للفيسبوك وهنروح في الفيسبوك على الاشعارات قائمة فيسبوك اروح على قائمة فيسبوك تسجيل الاعدادات والخصوصية هنخش على عرض الاعدادات والخصوصية الاعدادات والخصوصية هيدنج الاعدادات هنلاقي الاعدادات هنخش عليها مسجر العودة اعدادات الحساب يمكنك المعلومات الشخصية اللغة اخبرنا عن تفضيل عمليات الدفع يمكنك الامان يمكنك تغيير الامان وتسجيل الدخول التطبيقات ومواقع الويب يمكنك الالعاب الفورية يمكنك عمليات الدمج الاعمالي الخصوصية يمكنك التحكم في تحديد الاشخاص الذين يرون ما تقوم به على فيسبوك وطريقة مساعدة البيانات لنا في اضفاء الطابع الشخصي على تجارب لا استخدام اعدادات الخصوصية يمكنك التحكم في تحديد الاشخاص الذين يشاهدون منشوراتك ومحتواك بالاضافة الى الاشخاص الذين يمكنهم البحث عنك هو الاختيار دوت اعدادات الخصوصية يمكنك التحكم في تحديد الاشخاص الذين يشاهدون منشوراتك ومحتواك بالاضافة الى الاشخاص الذين يمكنهم البحث عنك هندخل فيه اعدادات الخصوص مسجر بطن اعدادات العودة بطن التحقق من بعض الاعدادات المهمة يمكنك ادارة ملفك الشخصي يرجى الانتقال الى ملفك الشخصي لتغيير التعرف على المزيد عن اساسيات الخصوصية يمكنك نشاطك من يمكنه رؤية منشوراتك المستقبلية بوستن مورد تقليدي من يمكنه رؤية المنشور من يمكنه رؤية الاشخاص وصفحات والقوائم التي تتابعها بوستن مورد انا فقط بطن ده الاختيار اهو تقليدي من يمكنه رؤية الاشخاص وصفحات والقوائم التي تتابعها بوستن مورد انا فقط بطن بدخل عليه وبحدد انا فقط بس هو ده الاختيار لما بدخل جواه من يمكن هيجيب لي متابعه هيدنج عوده بطن من يمكن رؤيه الاشخاص وصفحات والقوائم التي تتابعها كويستن مورك تذكر انا بامكان الاشخاص الذين تتابعهم معرفه متابعتك لهم العامه اي شخص على فيسبوك او من خارجه بطن الاصدقاء اصدقائك على فيسبوك بطن الاصدقاء باستثناء علامه الحذف عدم العرض لبعض الاصدقاء بطن انا فقط بطن انا محدد طبعا على انا فقط بس فهو ده الموضوع ان انا من هنا اقدر اقفل رؤية الاصدقاء App Switcher Facebook Audio Share Active Audio Share Audio Selected Stop